حصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد حصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد حصلت عليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معايا هذه واحد الرسالة التهنئة لجميع الوليدات اللي نجحوا في الثالثة. اليوم رات كانت النتائج ديال الثالثة إعدادي اللي كنبغي نهنئهم كاملين، ماشي غير ولدي وإنما كاع الوليدات، منهم ولد خويا وليد اللي كنقول لكم مبروك وألف مبروك السي وليد، العقبة إن شاء الله نشوفك دكتور بإذن الله يا ربي. والولد عزيزة أختي حسان وملاك، كنقول لكم مبروك وألف مبروك، وكاع الوليدات كاع الوليدات اللي في الثالثة إعدادي ولا في جميع الشعب، يعني في الباكالوريا. وهذه أنا حددت بالذكر الثالثة إعدادي لأن كانوا اليوم النتائج ديالها ومن بينهم ولدي، هذاك الشيء علاش، ولأننا كنا تخلعنا ما نكذبش عليكم، لأن شي فيديوهات حطوهم شي قنوات اللي داروا لنا الرعب، قال لك لأن كاتاستروف كوارث عظمى في النقاط وفي المعدلات، فولينا ما بقيناش كنقلبوا على المعدل، ولينا كنقولوا يا ربي يا ربي. اما الحمد لله الحمد لله، هنايا في برشيد بالضبط اعداديه الزغطوني فكانوا النتائج زوينين، حتى المعدلات مخيرين الحمد لله، اللهم لك الحمد. اما بالنسبه للوليدات اللي ما ساعدهمش الحظ هاد السنه، فماشي كنبغي نقول لكم ماشي نهايه العالم، وانما ناخذ نقط الضعف نقط قوه، نشوف فاش انا ما ساعدنيش الحظ، اش من ماده اللي كانت السبب انها سقطتني، ومنها نجعلها نقطة قوة العام الجاي إن شاء الله. علاش لا، اللي نجح بواحد المعدل عالي اللي يخول لك تدخل أي شعبة أنت كتمناها وأي مدرسة أنت كتمناها، يعني الإنسان غير يسعى وربي كيعاون، لكل مجتهد نصيب، الإنسان يدير السبب ديالو والكمال كيبقى على الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء اللي كاين. وكنبغي هذا، علاش درت هذا الفيديو، باش نهنئ كل شيء وكل شيء يسمع التهنئه ديالي، اللي مبروك الف مبروك، حتى لصحاب ولدي منهم شعيب منهم ادم، كنبغي نقول لكم مبروك النجاح والف الف مبروك، وان شاء الله النجاح في المسيره الدراسيه كامله ديالتكم والمسيره المهنيه كامله، ويحيينا الله ويطول الله العمر حتى نوصلكم الى اعلى المراتب باذن الله يا ربي. وحتى لهنا غنقول لكم الى اللقاء وفي فيديو قادم ان شاء الله وبحول الله، خليت لكم الصحة والراحة، والله يجعل ديما أيامكم أفراح ومسرات بإذن الله، وينجح كاع وليدات المسلمين أجمعين يا رب العالمين.